قال لي مومو، كان كيعيط لي مومو، انا محمد ما كيعجبهمش يعيطوا محمد. الوغ مومو اسكو سا فو انتريس داتر ان فرونماسون؟ حقق الاحساس ووصلها لذاك الناس، وبالتالي ولاو كيعرضوا عليا في حفلات خاصه. قال لي وغتولي مزيان وغتولي هذا وغتفتحوا لك افاق، وحنا ماسونيين اوندري ازولي ما عرف شنو، ولينا نتلاقاو عند عبد الله بزاف. عبد الله بيان سور انه هو معاهم في المحفل، هذا الشيء اللي غنعرفوا من بعد، ولا كيمهدني ليه اكثر من هذا. قال لي هذا ايتيام ميزو، عندي تسجيل يثبت ذلك، ما كنهضرش من فراغ. قال لي بانه محمد السادس ملي كان ولي العهد كان كيجي عنده لفرنسا وكان كيدق عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأخوات والإخوة الكرام. من بعد الفيديو أو اللايف اللي درته مع الأخ فسحة، قررنا أن ندير واحد تفصيل لهذا القصة هذه، وبناء على رغبة ديال الأخ فسحة أو السؤال ديالو حول كيفاش تعرفت على المجموعة الماسونية بطنجة، أجيب. أولا، بعد ما تم تكليف ديالي بمراقبة الكولونيل اللي كان كيتردد على طنجة، واللي كانت عنده علاقة مع مجموعة ديال الأجانب، واللي كنذكر على رأسهم إيتيان ميزو دو نوفيل اللي كان شريك ديال النقيب أو كابيتان بول باريل، اللي ألف واحد الكتاب سماه لا غير سكريت أليليزي، اللي هو قبل كل شيء هو مؤسس فرق التدخل السريع ديال الدارك الفرنسي، الدارك الوطني الفرنسي. في الصفحة كنظن 184 أو 183 كيهضر على إيتيان ميزو دو نوفيل، كيقول بأن سيت اون بيرسون دوتي دانتيليجونس اكسيبسيونيل، اي بارلي 8 لانغ، يعني كيتكلم 8 ديال اللغات، وكان صديق ديال رفيق الحريري، كان صديق ديال عائلة غاندي، وفيما بعد ولا مستشار ديال النواف بن عبد العزيز المدير ديال المخابرات السعودية. هاد السيد هذا تلاقيتو عن طريق الكولونيل سعيد، من بعد ما تلاقيت يعني عن طريق الكولونيل سعيد الصحراوي الأصل اللي سميتو عبد الله، ولينا كنجلسو مع بعضنا، ولينا كنتردو على البيوت ديال بعضنا. واحد النهار، واستنادا او تنفيذا لواحد القاعده مخابراتيه اللي كتقول ان الكشف عن قدر معين من الاسرار اكثر فائده في جمع المعلومات، وهذه قاعده اللي صرح بها ألان دالاس، وهو اللي قام بعولمه المخابرات في عهد إيزنهاور، أن المخابرات الأمريكية السيئة أي الوكالة المركزية للمخابرات قبل داك الشيء كانت سميتها مكتب الخدمات الاستراتيجية. ألان دالاس هو اللي قام بعولمة المخابرات، ووضع هذه القاعدة من بين القواعد أو الأسس أو النظريات ديال المخابرات، أن الكشف عن قدر معين من الأسرار أكثر فائدة في جمع المعلومات. وعلى هذا الاساس واحد النهار هضرت مع الكولونيل سعيد، قلت له شوف انا راه ماشي غير كنبيع ونشري وداك الشيء، انا راه كنعمل الحساب ديال واحد الجهاز ديالكم اللي هو تابع للجيش، تابع للجيش عارف في لورغانيغرام يعني في القانون، اما سور لو بلون اوبيراسيونيل راه مباشره بينه وبين الملك. انا كنت كنقول ان الكولونيل غيوصلها لذاك المجموعه، هذا كان إحساس ديالي خاص، وبالفعل تحقق هذا الإحساس ووصلها لذاك الناس، وبالتالي ولاو كيعرضوا عليا في حفلات خاصة. أول حفلة كنت حضرتها هي واحد عيد الميلاد ديال لويجي دانا ديال مرتو، سميتها أنوشكا جو بونس. إذا حضرت هذا العيد الميلاد، وضر فيا إيتيان ميزو هو في حالة سكر، قال لي بأن ان جور جو في فير دي كادو بور لي سيرفيس سكري ماروكان،
هذا دليل قاطع على أن الكولونيل سعيد وصل له المعلومة. قلت له موا اوسي جي دي كادو بور لا دي جي سو. لا دي جي سو هي المخابرة ديال فرنسا. قال لي كيل جونغ دو كادو؟ قلت له دي سيلول دو رومونت اون فرانس، خلايا نائمة فرنسا. أنا ما كانت عندي لا معلومات لا على خلايا نائمة ولا على خلايا فايقة. المهم أنا مجرد هضرة. إيتيام ميزو مباشرة قال لي واش تقدر تعطيني النيميرو التليفون ديالك؟ عطيتو له. الصباح اتصل بيا وأنا كنت على علم أو على يقين أنه غيتصل بيا. أنا جون رونسينيومون ملي كتعطيه واحد رونسينيومون ما كيخليهاش دوز. ما كاينش لو هازار وما كاينش شي حاجه هكا كدوز هكا، يعني خصو يعرف. الصباح عيط لي قال لي واش نقدروا نعملوا قهوه؟ تلاقينا عملنا قهوه. قال لي ندورو شويه في طنجه. درنا شويه داني للدار ديالو اللي كان ساكن فيها حدا الرينبو في البلايا. قال لي شوف الدار ديالي وهذا، وبدا يدخلني يشوفني البيوت وهذا الى اخره. هو الغرض ديالو ماشي يدخلني يساريني الدار، وانما بغى يبين لي ان الدار خاويه، يعني انا وياك غنقدروا نهضروا على خاطرنا. شويه ملي جلسنا قال لي واش ممكن اننا نهضروا في الموضوع اللي هضرنا فيه البارح؟ قلت له البارح حنا كنا مبوقلين ما عاقلين على واش الموضوع. قال لي داك لي سيلول دورمونت اللي قلتي في فرنسا. قلت له مسيو ايتيان، قلت له هادو سون دي رونسينيومون، ولي رونسينيومون ما كيتعطاوش. متاكد انك عندك علم انني اونجاجي مع واحد الاداره مغربيه، اذا هنا غندخل في التخابر في التجسس. قال لي لا، حنا كنتعاملوا مع ناس، كاين دي كوميسير كيتعاملوا معنا، كاين دي زوفيسي سوبيريور ديال الجيش كيتعاملوا معنا، اذا على هذا الاساس ما عندك مين تخاف. وانا ما يمكنليش نقول شي حاجه لشي واحد اللي غيوصلها انه يحرقك. يفو جامي غري لا سورس، يعني لا سورس او المصدر المعلومه ما كيتحرقش. قلت له انا ما نقدرش دابا. وماذا اجدر؟ اجل الجلسه. وبقينا كنتلاقى ولا يعرض عليا صوب ليسات والحضور ديال مراته اللي كانت سميتها تيميا، واللي كيقول انها كانت خدامه في الكي جي بي وقتلوا لها عائلتها ومن بعد مشات لهونغاريا وتزوج بها الى اخره. ان اونغوا فرونسي، هو عنده جنسيه هنغارية فرنسية. كنظن أن باه أونغوا ويماه فرنسية، وما واحد العائلة مشهورة في فرنسا اللي سميتها دو نوف فيل. إذن على هذا الأساس ولينا كنتلاقى، ولينا نتلاقاو عند عبد الله بزاف. عبد الله بيان سور أنه هو معاهم في المحفل، هذا الشيء اللي غنعرفو من بعد، ولا كيمهدني ليه باش يوجدني ليه باش ياكلني دغيا. بقات العلاقات. الكولونيل كي تلاقى معنا شويه ولا يهرب، كيخليني مع عبد الله ومع ايتيام ميزو. ايتيام ميزو ولا يعود لي على الاساطير ديالو مع رفيق الحريري، والقضيه ديال شراء البنك اللي شراه رفيق الحريري في سويسرا واللي سميتو لا بنك ميديترانيان، واللي كانوا فيه دي فون ايرانيان كانوا غيدوزوا لواحد الصفقه في اسرائيل. هادشي وثائق عنده، راني وثائق. ومن بعد داكشي وإيتيام ميزو دخل، ومن بعد داكشي عاود لي على العلاقه ديالو مع نواف بن عبد العزيز ومع الملك ديال السعوديه، وكيف كان جايب لهم معلومات ودا فيها دي مليار اللي على اساسها شرا عقارات في هنغاريا وفرنسا الى اخره الى اخره. من بعد واحد النهار عرض عليا قال لي نجلسوا انا وياك في اوتيل المنزه. جلسنا في المنزه. قال لي مومو، كان كيعيط لي مومو، انا محمد ما كيعجبهمش يعيطوا محمد. الوغ مومو، اسكو سا فوز انتريس داتر ان فرون ماسون؟ قلت له جو كوني با اسكو سا فو دير لا فرون ماسونري. لا فرون ماسونري دابري موا سيت اون اورغانيزاسيون اسرائيليان. ما نقدرش نفكر حتى فيها. قال لي لا، لا فرونماسونري او لا البنائين الاحرار او الماسونيه هي منظمه تسعى الى الخير الى هذا والى التعريف، خلافا ما يتم التعريف بالنسبه للعرب. الماسونيه هما كيعرفوا بواحد الطريقه. قال لي وغتولي مزيان وغتولي هذا وغتفتحوا لك افاق، وحنا ماسونيين اوندري ازولي ما عرف شنو وهذا، وانا غنعرض عليك واحد المعرض ديال الكتاب في القصر ديال مولاي عبد الحفيظ وما عرف شنو، وغيجي اندري ازولاي وغنتلاقاوه وهذا، وكنعرف جنرالات وكنعرف هذا، وانا كان عندي جيت يعني الطياره ديالو، وكندخل
الطياره ديالو خاصه، وكيدخل للمطار ديال سلا وكيطال لو فو فير باش يعمل لاتيريساج وما هذا، وكنعرف دي جون اللي خدامين في الكابيني رويال الى اخره. اكثر من هذا قال لي هاد ايتيام ميزو عندي تسجيل يثبت ذلك، ما كنهضرش مفرغ. قال لي بانه محمد السادس ملي كان ولي العهد كان كيجي عنده لفرنسا وكان كيدق عليه، لان كانت عنده علاقات صداقه مع واحد ادير هي من العائله ديال مرتول اللي عنده مشهورين تما، عنده مقيلة شي ميزون ديديسيون الى اخره فرنسا، ولا شي متحف ولا شي ميزي ما عرفتش، ميزي هو المتحف بطبيعه الحال. اذا ولا كيبين لي بانه مطغل في السلطه وكيعرف ناس في السلطه وكيعرف قضات وكيعرف جنرالات وكيعرف هذا، اذا خصك تولي معنا. بعد ايام كنا تلاقينا وهذا، قلت له انا ما عارفش بصراحه، انا دوختيني ملي كتقول لي ان الناس في المغرب داخلين في هذا النظام الماسوني وهذا، ممكن ان اذا ما كانش الديانه ديالنا الاسلاميه. قال لي لا، ممكن انك في البريستاسيون سيرمون تحلف على القران، احنا الديانات لا تهمنا، تحلف على القران وتبقى مسلم وما كاينش اللي غيزولك الاسلام ديالك، وحنا عندنا علاقات مع جميع الطوائف الدينية، عندنا الهدف ديالنا هو انه يحل السلام في العالم، وهذا التعريف ديالهم اللي كان كيبغي يوصل لي. من بعد داكشي قلت له ممكن، جا هو عمل لي البرومي تيست يعني الامتحان الاول او الاختبار الاولي، علاش بغيتي تدخل، قراني شنو نقول، وكان داكشي مسجل، وجاوب داكشي اللي قراني هو. قال لي صافي نجحتي، دابا الدوزيام تيست غيجيو ناس من فرنسا، غيجي واحد اوليفيي غونت اللي اختو هي كانت السكرتير ديال ساركوزي، ومعاه واحد الجزائري سميتو مصطفى، جاو من فرنسا، هما كانوا كيجيو تقريبا كل شهر باش كيوصلوا التعليمات ديال المقطوره الماسونيه فرنسا للمقطوره الماسونيه ديال المغرب او ديال طنجة على وجه الخصوص. اذا جا اوليفيي غونت وجلسنا في الدار ديال ايتيان، وطرح لي اسئله، وشنو كيهمك، واش كيعجبكش الخير، واش كيعجبك الشر، واش كتعاون الناس اللي هما دي زونديكابي، واش كتبغي ان الناس يكونوا فقراء. نجحت في الامتحان تاني، اش بقى خصني نعمل بريستاسيون سيرمون. ايتيان كيعاود لي كيقول لي شنو هي البريستاسيون سيرمون، غادخل لالوج ماسونيك في طنجة وغيعملوك، كيعريوك كيعملوك واحد القشابه، علاش هما اصلا باش عندك تهز معاك شي ميكرو ولا شي اباراي فوتو ولا شي ستيلو فيه كاميرا ولا داك، يعريوك توني ابوال، ومن بعد داكشي كيدخلوك باش تادي القسم حدا من حدا لو ميتر دو لوج اللي كان في طنجه، هو برنار مونتين رجل اعمال، ولي زيليمون ديال لا لوج، لي زيليمون يعني الاعضاء ديال المحفل الماسوني والمتعلمين. قال لهم وكيعملوا لك واحد هذا، ما تخافش غيعملوا لك واحد القنب على هذا، ويعملوا لك واحد الموس باش وكيبونديو لك العينين لي زي بوندي، باش كيقول لك واش بغيتي تكون معنا في التيار الماسوني. مي كتقول لهم ايه، كيقول لك اذا خنتي هذا العهد اللي بيننا وبينك وهذا البريستاسيون سيرمون يعني هذا القسم اللي اديتيه وخالفتيه اولا خرجتي الاسرار ديال المحفل، يا اما vous serez pendu يعني يقتلوا يجي فوق، او لا تضرب بالموس. قلت له اخويا اش بينا حنا وبين هذا الموس؟ قال لي انت علاش غتخاف؟ انا المشكل ماشي كيسيون ديال الخوف، انا عرفت الماسون، كنعرف الماسون بطبيعه الحال، وزيت تبحث في ذاك الايام، ولكن لقيت انك اذا تونجيتي معاهم وليتي فرون ماسون، يعني راك يولي تطبق عليك القانون ديالهم ديال الماسونيه. انا اصلا ماشي ماسوني، انا ولد الفقيد دغاي، ما يمكنليش نكون ماسوني ولا غير مسلم ولا غير سني ولا يستحيل. اذا انا باش نلعب هذه اللعبه ومع الاخر انا غنعمل بريستاسيون سيرمون، ومن بعد داكشي انا الهدف ديالي هو ان نكشفهم، شنو غيديروا لي؟ غيدبحوني ولا يدبحوا عائلتي ولا هذا ولا هذا. اذا وليت كنتهرب من هذا البريستاسيون دو سيرمون، تأدية القسم أمام المحفل الماسوني. إيتيان ميزو كان كيحاول يجمل لي الماسونية، كان كيحاول أنه يقول لي أن كاينة
كولونيلات كاين جنرالات. محمد السادس باش نكون واضحين ماشي كندافع على محمد السادس نهائيا، محمد السادس ماشي ماسون، الحسن الثاني كان بغى يكونوا ماسوني، هذه حقائق يمكن ما كيعرفوهاش الناس، انا جبتها من الاوساط الماسونيه القحه. الحسن الثاني ما بغاش يكون تلميذ عمر بانغو ديال الكابون، كان ان ليمو ان اتيديون ديال الماسونيه، ودوز عامين ولا مومبر، مومبر يعني عضو في الماسونيه في المحفل الماسوني ديال الكابون، ومن بعد داكشي عاد ولا متر دو لوج، ان ملي كتولي متر دو لوج عاد كتولي تخدم الاهداف ديال الماسونيه الحقيقيه. ملي كتكون عضو اولا تلميذ، كتكون تلميذ اولا كتكون عضو راه كيسمعوك على الخاوي، ولكن ملي كتولي امون متر دو لوج كتولي كتخدم الاستراتيجيه الماسونيه، وتما عاد كتبدا الدرجه الرابعه، الرابعه عاد غتوصل 33، فين غتوصل 33؟ غتولي تحكم في العالم، غتولي تفتت العالم وديطاييه وتعمل ما بغيتي في العالم. هادشي يمكن الناس ما، انا سمعت برامج ديال الجزيره، ولكن شوف اللي عشتو واللي شفتو، ومن خلال ان المحاوله ديال الاقناع ديالهم ليا خلاني نعرف شي امور خطيره. عندي ما يفيد، عندي تسجيلات صوتيه ديال ايتيان ميزو، عندي تسجيلات ديال عبد الله الخزعاني، عندي تسجيلات ديال برنار مونتين، عندي صور، عندي هذا. الو هاد الناس شنو الغرض ديالهم؟ كيستقطبوا الناس. انا علاش بغاو يستقطبوني؟ انا الكولونيل جملني في وجههم، قال لهم استنى جون دو رونسينيمون خدام اونفير لا جاد، الو وعندو علاقات و il parle un tout petit peu le français, il parle l'arabe couramment, كي يعرف العربيه كيتقنها، وعندو تحليل سياسي ومنطقي وما عرف شنو هو، كبرني. الو هاد الناس شنو كيقولوا؟ هذا بالنسبه لنا استنى فونتاج، هذا واحد الكاله غنعتمدوا عليها ونقدروا. وعطوني واحد المساله، واحد النهار شي واحد فيهم عنده الطوموبيل تسالات له 6 شهور ديال الدخول ديالها، الو شنو عملت انا؟ اتصلت بشي ديوانين وعدلت له وزدت له 6 شهور اخرى، قال له هذا مسخوط كيعرف يسلك راسو وعنده علاقات وكيشرب وكيقصر وكيعمل وعنده علاقات كثيره وكيعرف دي كوميسار دو بوليس. انا واحد الكوميسار دو بوليس، واحد الكوميسار كان في طنجة بغاو يدخلوه وهرب لهم، هرب لهم صديق ديالي باقي دابا خدام. واحد النهار لقاني معاهم في واحد البوب، ويعمل لي هكا زعما فهم راسك راه باغيين يطيحو. الكولونيل كان خدام معاهم، واش شادين عليه شي حاجه؟ واش كيدوروا معاه؟ الله اعلم. المهم سي محمد سي فسحة بلوتو سي فسحة، كنتمنى ان نكون جاوبت على السؤال ديالك كمرحله اولى، ومن بعد غننتقلوا المرحله الثانيه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. ولاو كيعبدوا غير في الدرهم، قالوا لي حبس وكاع ما تحلم، قالوا لي كبر وغادي تفهم، الساعه كربعت والساعه كاع ما تعلم، تسونامي الاول وتسونامي الثاني، ربي بوحدو عالم ما شنو جاي عاوتاني.